السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم بحلقة جديدة من حلقات قناة ماستر التقنية، وياكم أخوكم سجاد الشمال. واليوم عدنا من حلقة المقارنات على القناة نفسها، عدنا مقارنة بين جهازين من شركة هواوي من فرع هونر بالتحديد، وهن هونر 6X قريبة الفايف اكس اللي هو استحوذ على حب كبير من مستخدمين أجهزة هواوي نفسها. أما الهاتف الثاني فراح يكون هو الهونر 8 لايت. العلم أنه شركة أو فرع هونر من شركة هواوي فرع مميز جدا، دائما يقدم لنا مواصفات ومميزات في الهواتف جدا مميزة ويميزها عن بقية الأجهزة نفسها. فاليوم راح نتعرف على الاختلاف أو المقارنة بين هذه الهاتفين وأي هاتف سيفوق بيهن. أنتم انطوني رأيكم بأسفل الفيديو، هو هذا السؤال الحلقة. ما طال عليكم مقدمة الفيديو، خلينا نفوت المحتوى إن شاء الله استفاد منه. طبعا كأول فقرة راح نركز عليها وهن تصميم الجهازين وجودة التصنيع، فاختلفت من الـ 6X إلى الـ هونر 8 لايت. مثل ما نلاحظ الـ 6X كان مدمج بين المعدن زائد البلاستيك، أما الـ هونر 8 لايت فراح يكون من الزجاج زائد المعدن، وهذا الشيء ينطي جمالية. الـ هونر 6X كان تصميمه بيضوي، يعني رغم أنه حجمه كبير لكنه بالمسكة راح تحسه مناسب بالنسبة لك أنت. بالنسبة لتصميم الـ 6X من الأسفل مثل ما نلاحظ منفذ الصوت زائد مايكروفون زائد منفذ للشحن من نوع المايكرو، من الجهة اليسرى للجهاز ومنفذ استقبال، أما شريحتين أما شريحة ورام، من أعلى الجهاز ومنفذ الجاك زائد مايكروفون ثانوي، أما من الجهة اليمنى الجهاز ومنفذ أو زر رفع وخفض الصوت زائد الطاقة، وهذه الانحناء اللي ركزت عليه. خلف الجهاز مثل ما نلاحظ هو بصمة الهاتف بشكل دائري زائد كامرتين من شركة هواوي 12x2 زائد فلاش راح يكون سنجل. اما بالنسبة للألوان فراح تكون ذهبي ابيض رصاصي زائد لون الرخامي او لون الاسود فاتح. اما بالنسبة لتصميم الهونر 8 لايت من الجهة اليمنى للجهاز هو زر رفع وخفض الصوت زائد زر الطاقة اللي راح يكون مدموجات بشكل يسهل عليك استعمالهم مثل ما تلاحظون امامكم. اما من الجهة اليسرى للجهاز فهو منفذ استيعاب، اما شريحتين اما شريحة ورام، وهي هاي من احد عيوب الهاتف هذا نفسه انه هو يخيرك وما يستقبل شريحتين ورام. من الاعلى منفذ الجاك اللي يستقبل هيدفون وملغات شركة هواوي زائد المايكروفون الثانوي اللي على اساس ينطيك صوت موجه ستيريو. من اسفل الجهاز منفذ الصوت مايكروفون منع الضوضاء زائد منفذ للشحن وهو من نوع المايكرو. اما من خلف الجهاز فالبصمة زائد الكاميرا بدقة 12 زائد فلاش سنجل، الوانه راح تكون ازرق ابيض ذهبي اسود. الصراحة من التصميم ومن جودة التصنيع نلاحظ انه الهونر 8 لايت راح يكون اكثر ميزة زائد اكثر جمالية من الـ 6X. بصمة الهاتف راح تكون بشكل دائري بخلف الجهاز، ما كان بيها تغيير كثير من ناحية الاستعمال، من ناحية الوظائف، من ناحية سهولة الاستعمال نفسه. اما بالنسبة لواجهة النظام والاستعمال فاكيد انه جهازي النظام التشغيل هو اندرويد نوغات اصدار 7 على 7.1، يتراوح بين هذه الاصدارين، زائد الايمو اي هو من الاصدار الخامس. عندما تستعمل الجهاز راح تحس انه اكو فد سلاسة، اكو فد توافقية بين قطع الهاردوير زائد السوفتوير، ما راح تحس انه اكو تعليق، ما راح تحس انه اكو مضايقة بالنسبة لك. واجهة المستخدم كانت بها سلاسة، اعطاك امكانية انه انت تغير بين نسخة الخام نسخة جوجل اللي هو زر القائمة او استعمال واجهة شركة هواوي على الهونر 8 ام 6X. فمنتظرين التحديث ومنتظرين هذا الخيار الاضافي اللي راح يظهر لك وانت راح تحدده باختيارك الشخصي. اما بالنسبة لشاشة الهاتفين فشاشة الـ 6X راح تكون 5.5 هي من نوع الـ LCD IPS 1920x1080 ما عليها اي حماية غوريلا جلاس. اما بالنسبة للهونر 8 لايت فراح تكون 5.2، راح تكون هي IPS ايضا LCD بدقة 1920x1080 ايضا ما عليها اي حماية غوريلا جلاس، لكنه كاول نظرة تلقيها راح تحس انه شاشة الهونر 8 لايت هي اوضح بكثير من شاشة الـ 6X. بالنسبة لذاكرة الجهازين فذاكرة الـ 6X راح تكون هي 32 مع ذاكرة عشوائية 3 و4 مع ذاكرة اضافية راح تكون 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائي 4. اما بالنسبة للهونر 8 لايت فراح تكون
ذاكرة واحدة فقط هي 16 جيجا بايت مع إمكانية إدراج الـ SD لتصل 256. ذاكرة العشوائية 3 لا ننساها لأنه هي تنطي فعالية السرعة للهاتف. يعني المعالج هو صحيح أنه معالج 8 نواة راح يكون هاي سيليكون على البي 8 راح يكون هو 658، أما على الـ 6X فراح يكون 655، راح يكون معمارية الـ 64 بت الكل الجازين، ومن شطر 8 نواة 1.72.1. وهن هذا الأرقام بلغة الأرقام راح يكون الهونر 8 لايت هو أسرع من الـ 6X. أما بالنسبة لأهم قطعة هاردوير وهي الكاميرا، كاميرا الـ 6X هي كانت انتقالة بين الكاميرتين، هي مدمجة 12+2 ككاميرا خلفية زائد فلاش سينجل، أما الـ 8 لايت في كاميرا خلفية 12 ميجا بكسل أمامية 8، وهذه أمامكم لقطات للفرق بين الكاميرتين نفسها. من ناحية اللقطات اللي لقانا نظر عليها حاليا أمامكم يستعرضا، راح نلاحظ أنه الهونر 8 لايت هو دقة الكاميرا وضوح تشبع الألوان بي أكثر حدة من الهونر 6X، رغم أنه 6X هو يحتوي على كاميرتين والمفروض تكون جودة التصوير به أفضل، لكنه الصراحة تبت العكس عن التجربة. بطارية الهاتفين بالنسبة ل 6X 3340 زائد منفذ شحن من نوع المايكرو، أما الـ 8 لايت فراح تكون هي 3000 ملي أمب مع إمكانية شحن من نوع المايكرو أكيد وليس من نوع تايب سي. لو نرجع للغة الأرقام راح نشوف أنه أكو شاشة أصغر بطارية أصغر على الـ 8 لايت، أما بالنسبة للـ 6X هو بطارية أكبر زائد شاشة أكبر، يعني راح تكون الأداء مقرب إليك، ما راح تحس أنه أكو فرق كبير. بالنسبة للمعالج ذكرنا المعالج هو نفسيته، يعني رقم أنه بيف التغيير جدا بسيط، وبلغة الأرقام راح يكون الهونر 8 لايت هو أفضل من الـ 6X بالمعالج نفسه. بالنهاية كلمة حق بحق الجهازين الهونر 8 لايت والهونر 6X، وجهتي الشخصية أشوف أنه بعض المواصفات يتفوق بها 6X أما البعض الآخر فيتفوق بها الهونر 8 لايت، يبقى اختيارك هو الأفضل وتحديدك هو الأفضل كأفضل جهازين من الفئة المتوسطة لنهايات 2016. ولا ننسى سعرهم مقرب، سعرهم مناسب للفئة المتوسطة أو المحدودي الدخل، يعني راح يكون سعرهم يتراوح بين 250 إلى 275 حسب طبيعة المكتب اللي تشتري من عنده هذا الجهاز. شباب أتمنى هذا الفيديو فاتكم شيء، أتمنى أضاف لكم معلومات، أتمنى كنت خفيف الظل عليكم. بالنهاية قبلوا تحياتي أخوكم سجاد الشماري من قناة ماستر تقن.